نقف الآن في منطقة مزوية وبالتحديد في موقع الحزمة في جبهة المتون. هذه المواقع التي دارت فيها معارك عنيفة ليلة البارحة. حاولت الميليشيات الإنقلابية الوصول إلى منطقة مزوية والسيطرة عليها وحشدت أكبر عدد من مقاتليها وجمعت الجمع الغفير، لكنها باءت بالفشل في كل محاولاتها للوصول إلى منطقة مزوية. لنستطلع أكثر ونعرف أكثر حول هذه المعارك التي دارت في هذه المنطقة وفي منطقة مزوية، نلتقي بالناطق الرسمي العقيد عبد الله الأشرف يحدثنا حول ما دار من معارك وهزيمة نكراء للميليشيات الإنقلابية في منطقة مزوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة دامية، ليلة جهنمية، حشد لها الميليشيات من كل حدب وصوب لاجتياح منطقة مزوية، وتقدموا في أول بداية المعارك حتى أنهم وصلوا إلى عمق مزوية، ولكن بفضل الله عز وجل وبفزعة الأبطال الذين ساندونا في الوقت بداية الاشتباكات تم دحرهم وتم التنكيل بهم، تسللوا ونكروا ببيوت المدنيين. هذه البيوت المدمرة كما تشاهدون، بيوت خلف خطوطنا الأمامية لا نتمركز بيها، ولا أهلها هاجرهم الحوثي منها، وقام الحوثي بتفجيرها كما تشاهدونها دمار. وبفضل الله عز وجل وبفزعة الأبطال المقاتلين تم دحرهم باسم المنطقة العسكرية وباسم المقاومة وباسم جبهة مزوية. نشكر كل من ساهم في دحر هذه الميليشيات في معركة البارحة. نشكر قبائل الشولان، نشكر قبائل همدان، نشكر قبائل بنينوف، نشكر قبائل آل حمد، نشكر كل من قاتلوا وكل من ضحوا في دحر هذه الميليشيا. وبإذن الله هذه المعركة يعدون لها منذ فترة طويلة، وبإذن الله نغزوهم ولن يغزونا بعدها. عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، لا تكاد تجد حجر ولا شجر ولا بيت ولا مكان إلا وتجد دماءهم وأشلاءهم تحت هذه الأشجار والحجار، وهناك جثث لا زالت مرمية إلى الآن، وعشرات القتلى منهم من تم التعرف عليه ومنهم من لم نعرفه لأنهم خارج محافظة الجوف. وخسر الميليشيات خسائر فادحة في هذه الليلة، وبإذن الله لن يعقب ذلك إلا الخسارة والهزيمة. إذن كما سمعنا مشاهدينا الكرام، هذه المناطق هي التي دارت فيها المعارك العنيفة، وحاولت الميليشيات الوصول إلى عمق منطقة مزوية، وحاولت الميليشيات الإنقلابية الزج بأفرادها في معارك خاسرة لتعويض الخسائر التي تلقتها الميليشيات الإنقلابية في جبهات خب والشعب وغيرها من جبهات الجوف. من موقع الحزمة بمنطقة مزوية، ماجد عياش لقناة يمن شباب، محافظة الجوف.